متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة تبقى فرص الأمطار قائمة فوق بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، بما فيها أيضا بعض المناطق الساحلية الناتجة عن إثر تخريج بحرية تدخل من البحر إلى بعض المناطق الساحلية مثل سواحل القرنفذة والليث، وبالقرب أيضا من سواحل مدينة جدة. بعض الأمطار تستمر أيضا في المناطق الشمالية من المملكة في نواحي حائل والجوف وأجزاء من سكاكا بمشيئة الله تعالى. هذه الأجواء تكون باردة أيضا في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، مثلا في العاصمة الرياض تتراجع درجة الحرارة إلى حوالي 9 درجات مئوية هذه الليلة، مع أجواء غالبا صافية بوجه عام، وبالتالي يزداد الشعور بالبرد، والأجواء مستقرة عموما في شرق ووسط المملكة. نهار الغد يتوقع اتساع رقعة الأمطار لتشمل أجزاء مختلفة من شمال غرب المملكة وتقترب حتى من تبوك، وتستمر فرص الأمطار بمشيئة الله تعالى في أجزاء عدة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، سواء على المرتفعات الجبلية أو حتى على المناطق الساحلية. بعض من تلك المناطق لا يستبعد أن تتعرض لزخات تعتبر غزيرة من الأمطار وتعمل على جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق. دعونا الآن نتعرف درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التالية القادمة في مدن ومحافظات المملكة، ونبدأها من المناطق الشمالية. في سكاكا 18-6 مع أمطار رعدية، 17-3 في عرعر، تبوك 21-9 درجات مئوية. غرب المملكة تكون في المدينة المنورة 25-15، جدة 33-19 مع فرص لأمطار رعدية، مكة المكرمة 29-20 مع أمطار أيضا رعدية كذلك أمر، في الطائف من 18-8 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية الغربية، في أبها والباحة ومرتفعات عسير إجمالا هناك أمطار رعدية متوقعة غدا، 19-6 في أبها، 14-6 في الباحة، بينما تكون أجواء غائمة جزئيا عموما في جازان، والعظمى 28 درجة مئوية. في ساعات النهار تنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية. انتقالا إلى شرق المملكة، في الإحساء 22-10، الدمام 23-12، حفر باطن 19 درجة مئوية في ساعات النهار، لكن تنخفض ليلا إلى 7 درجات مئوية والأجواء باردة. ختاما في المناطق الوسطى من المملكة، تكون في العاصمة الرياض العظمى 19 والصغرى 9 درجات، في بريدة من 20-11، أما في حائل فهناك أمطار رعدية كفرصة موجودة ومرتفعة وتكون العظمى 17 درجة مئوية في ساعة النهار، بينما تنخفض الصغرى ليلا إلى 7 درجات مئوية. هذا كان لدينا حتى اللحظة، دمتم بخير، إلى اللقاء.